145 مشروع بقيمة 67 مليار دينار باش يتم عرضهم خلال المؤتمر الدولي للاستثمار اللي باش تحتضنه تونس يومي 29 و30 نوفمبر الجاري. هذا ما أعلنه اليوم وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي فاضل عبد الكافي خلال ندوة صحفية مناسبة. أكد خلالها الوزير أن المؤتمر هذا باش يشهد حضور مكثف من جانب المسؤولين الدوليين وأصحاب القرار السياسي والفاعلين الاقتصاديين إلى جانب رؤساء مؤسسات مالية وبنوك دولية. المشروع متاعنا اش فيه؟ فيه تقريب 145 مشروع باش نقدموه، منهم تقريب 60 أو أكثر شوية من 60 مشاريع حكومية متقدمة للتمويل. فيه كذلك مشاريع شراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام تقريب 40. وفي كذلك، وهذه فرصة نحب نأكد عليه، يعني المؤتمر باش يكون حضور كبير للقطاع الخاص التونسي، واستدعينا كذلك القطاع الخاص الأجنبي.